السلام عليكم، معكم شاو في طريق من الساكنه ديال البير اللي كنعانيو منه، وبينا واحد الرساله وصلوا للعامل ديال الاقليم الله يجازيه بخير، وراه تكلم معنا وهو معنا ووعدنا وقال لنا ان شاء الله غادي نجي نصلي فيه. شخصيا قال لي غنجي نصلي فيه، هذا وعد عطاه لينا، وكنتمنوا من الله يوفي الوعد ديالو. اللي كنعانيو منه هو هذا الجامع المزيد، هذا اللي طال الاهمال ديالو تقريبا مده دابا واحد 3 سنين، دابا 3 سنين اللي كنعانيو منه. دابا الا بغيتي تصلي في البير مثلا غتبغي تطلع، غتمشي مثلا تلكوكي قبيح، غتمشي ثاني حتى للمطار، عاد زيد ثاني حتى للقليعه. انا بالنسبه لي انا شاب، انا نقدر نتمشى ماشي مشكل، ولكن الاشكال في كاين هو داك الناس مسنين، الناس كبار ما يقدرش يخرج. خير دليل الناس الكبار ومن اللي ما غيصلي فجر مثلا غيبغي يمشي، الناس اللي متواظبين على الصلاه ديالهم، ولا كانت شتاء راه كضر كتصلي في الدار ديالك. اللي كنطالبوا به يفتحوا هذا المسجد هذا، وكما كتشوفوا المسجد دابا راه سد، وتم استغلال ديالو، ولات مقهى هنايا، سد ولات مقهى، وإلا كان هذا المسجد داروا قهوة ولات كتاكل المسمن تشرب الحريرة وتكمي، ماشي مشكل عندهم، ما بقاوش ولا يريحوا بنادم، لا الحماق هذاك الشيء، ومن العيب والعار، من العيب والعار. دابا المسجد هو مسدود ياك، نقولوا مثلا حنا مع الإصلاح، حنا مع الاصلاح حاجه مزيانه، حنا مع الاصلاح ومع البن شي ما عندي جا، حنا غنفرحوا ليك كساكنه ياك، ولكن الا كنتي غادي تجي تسدو وتخلي هاد الجوامع كاملين هاد الناس خدامين راه حاجه قبيحه. يا اما سدوا كل شيء ولا خلوا كل شيء. والاصلاح دابا شنو هو؟ اي دابا هو ماشي دابا هو راه يلا دارت شي دراسه دابا اللي مشكل دابا دابا المشكل ديال المزيد راه يلا تبنى، راه صلحوه المحسنين، الجناح ديال النساء راه صلحوه كامل تبنى وباقي جديد، فايونس ديالو البودره ديالو مسائل كلشي ليه. وخير ديالي الزنزال اللي داز راه كون كانت شي حاجه راه غتبان الاثار ديالو، الا كان الاثار ديال الزنزال راه غتبان الاثار ديالو، راه مصلوح مزيان كما كيبان لكم. انت راه خير دليل، هادشي راه خير دليل هذا. خمسة سنين تقريبا، لا ما كاينش 5 سنين، شي 3 بحال هكا، 3 سنين دابا اللي مزدوده فيه، وراه حاجه قبيحه. الناس ديال البيار كيصلوا دابا، دابا حنا كن الجامع قريب هنا كاين، دابا كنمشيو دابا حتى للمطار، نمشيو للقليعة، كنمشيو للمطار حنا دابا. دابا الا بغينا نمشيو دابا هذا ديال القريه، دابا ديال قريه الدب المسجد غير صغير، شحال فيه 30 متر كنضلوا. الا جيتي بالليل وبغيتي دير واحد الفيديو غتشوف، غتلقى الناس كيصليو غير في الشارع في الدروبه، والناس خارجين من الديور ديالهم ومفرشين. حنا كنصليو كنعانيو شي ما كنعاونش. اللي كنطلبوا هو العامل الله يجازيك بخير، راه وعدنا عطانا وعد ديالو وقال لنا ودي راني غنجي نصلي فيه شخصيا الله يجازيه بخير الا ما جيش يشوف من حاله المسجد هذا. ساكنة البيار عندنا جوج جوامع، عندنا جامع الهي وجامع الثاني هنا، كلهم مسدودين، حتى اثار ديال التشقيق ما كاينش، يعني شي حاجه كدل ان راه الجامع مسدود، ما عرفناش لحد الان شنو المشكل. حنا قبيله هضرنا مع السيد العامل وقال لنا وعدنا، حنا وعدنا الثقه فيه، ديما كنشوفوش كيدير البرامج ديالو، قال لك غيصلي معنا، حنا وعدنا الثقه فيه كبيره ان شاء الله، كنتمنى الله يتفتح هذا الجامع، حنا ما عندناش فين نصلوا، هذا هو المنفذ الوحيد ديال الشركات ديال اي واحد، الناس كيبغوا يصلوا، كيبغوا الناس يديروا اي حاجه، يعني الصلاه الفجر هاجم تلقى حتى حاجه، كلشي مسدود. دابا تصلي الجامع، كلشي مسدود. يعني حنا كنطلبوا من العامل وعندنا الثقه الكبيره فيه، انا وقال لنا غنصلي معاكم شخصيا، وحنا طايقين فيه، نتمنى من الله نتسناو فيه يصلي معنا، علاش لا؟ الله ودي الله، حنا راه ضروري العامل، حنا كما وعدنا راه غادي يوفى بها، وحنا عندنا الثقه فيه. دابا بغيت نضيف واحد القضيه، دابا حتى الجامعه راك عرفتوا الجامعه، المساله ديال الجامعه كتبغي تصلي راه كتلقى واحد المشكل كبير. دابا التراوح دابا راه كنعانيو منهم، راه خاصك دابا تفطر، كيف تفطر؟ توضا تخرج تمشي قبل ما يأذن الاذان. دابا الا ريحتي تأذن عليك الاذان في الدار ما غدركش سميتو عليه العشاء، ما غدركش التراوح.